حياة فم. السادسة مساء من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. القيروان اجتماع بمقر الولاية الإعدادي لإنجاح المسار الانتخابي القادم. وزير التربية فتح سليوت يؤكد أنه من لم يلتحق بعمله سيعتبر متخليا. تونس الاحتفاظ بأشخاص إثر اقتحام مؤسسة بنكية وفضاء تجاري بالزهرونية. أحباط 35 عملية هجرة غير نظامية. البنك المركزي التونسي يعكف على أعداد إطار المؤسسات حتى تستفيد تونس من تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ. إلى تفاصيل النشرة، حيث انعقد اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري اجتماعا بمقر ولاية القيروان تحت إشراف ولي جهة محمد بورقيبة، وبحضور المعتمد الأول والكاتب العام للولاية ورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان ومديري أقاليم الأمن والحرس الوطنيين ورؤساء مصالح الجهوية الأمن. وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حسن الاستعداد لإنجاح المسار الانتخابي المزمع إجراءه يوم 17 ديسمبر المقبل، والدعوة إلى ضمان الحياد التام للإدارة في مختلف المسار والعمل على تسهيل مهام الهيئة الفرعية للانتخابات. وفي سياق آخر، أكد وزير التربية فتح السلوتي اليوم الخميس أن أزمة المعلمين النواب لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية، مشددا في هذا السياق على أن كل معلم نائب لا يلتحق في الأجل التي ستحددها الوزارة سيعتبر متخليا وفق تعبيرها. وأضاف السلوتي في تصريح إعلامي له أننا سنواصل الحوار، وبعد استئناف كل السبل دورنا كوزارة أن نضمن استمرار المرفق العمومي للتربية، ومن لم يلتحق بالتواريخ التي نحدد فيعتبر متخليا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن ظروف تقديم الترشحات في ولاية منوبة جيدة للغاية، وذلك خلال زيارة ميدانية كان قد أداها اليوم الخميس إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة في إطار سلسلة زيارات تفقدية لمختلف الهيئات الفرعية في الجهات. كما بين بوعسكر في تصريح له أن آخر التحيينات الإحصائية تعد 397 ترشحا للرجال و54 ترشحا للنساء. أفاد المدير العام للتمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم الأسود اليوم الخميس بأن البنك المركزي يعكف حاليا على إعداد إطار مؤسساتي، وذلك لتسهيل حصول تونس على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو آلية للتمويل تابعة للأمم المتحدة. وفي سياق آخر، دعا مجلس الغرف المشتركة وزارة التجارة إلى مراجعة قرار تقييد توريد جملة من المواد الاستهلاكية، وإلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المتدخلة، وكذلك المجلس الذي يتقاسم مع السلطات العمومية الرغبة في الحد من التجارة الموازية. كما أكد المجلس أن الذي يرعى مصالح زهاء 11 غرفة اقتصادية مشتركة في بلاغ أصدره اليوم أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات دون تنسيق مسبق مع الإدارة المعنية كانت مفاجأة. أكدت وزارة الداخلية بأن مجموعة من المنحرفين قاموا ليلة أمس الأربعاء باقتحام مقر فرع بنكي بجهة الزهروني من ولاية تونس، وتهشيم الأبواب البلورية الخارجية للمقر وبعثرة بعض محتوياتها، هذا بالإضافة إلى غلق الطريق وإشعال عجلات المطاطية ومحاولة الاعتداء على الدورية الأمنية التي تحولت على عين المكان بالرشق بالحجارة وبزجاجات الحارقة. وقد تم تحرير محضر بحث في الغرض موضوعه اقتحام مؤسسة بنكية والإضرار بها حسب نص البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية. أكد المتحدث باسم الحرس الوطني أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من أحباط 35 عملية هجرة غير نظامية خلال 72 ساعة الماضية انطلاقا من السواحل التونسية. كما بين المصدر ذاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين شاركوا في هذه العمليات بلغ 949 شخصا أو مهاجرا غير نظاميا، من بينهم 749 من جنسيات غير تونسية. ودوليا، رفضت وزارة الدفاع التركية ومسؤولين أن مزاعم استخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيميائية في عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستانية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيميائية لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما، وأضاف البيان أن كل هذه الجهود لنشر معلومات مضللة هي محاولات لا طائل منها للمنظمة الإرهابية وحلفائها وفق تعبيرها،
وأكد أن الذخيرة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لم تستخدمها القوات المسلحة التركية ولا توجد في مخزونها. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القيروان اجتماع بمقر الولاية للإعداد لإنجاح المسار الانتخابي القادم. وزير التربية فتح السلاوت يؤكد أنه من لم يلتحق بعمله سيعتبر متخليا. تونس الاحتفاظ بأشخاص أثر اقتحام مؤسسة بنكية وفضاء تجارية. أحباط 35 عملية هجرة غير نظامية. والبنك المركزي التونسي يعكف على إعداد إطار المؤسسات حتى تستفيد تونس من تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.